TWNFM 91.2. أسوة حسنة. سيد النبي صلى الله عليه وسلم أجمل مخلوقات الله، الحليم الرحيم المتسامح واللي متعايش مع كل أوضاع وكل الناس، ما يرجع ليقصدوه ولا يقصي اللي عنده، هو اللي ديما محلول الدار وعاطي الأهل الذمة الكار، اللي دياناتهم غير الإسلام وبرغم هذا يكن لهم كل احترام. أصحاب الديانات الأخرى اللي رينا من بعضهم مواقف التاريخ شهد عليها من ظلم واضطهاد، وين المسلم عندهم مرات يتذل ويتشرد، في زمان نبينا صلى الله عليه وسلم قدرهم كان مصون والمعاملة الباهية في المضمون. مالا هو اللي وصى وقال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وقال: من أذى ذميا فقد أذاني، ومن أذاني كنت خصمه يوم القيامة. وقال زيدا: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرتي 40 عاما. شوف واش كان خير البرية صلى الله عليه وسلم يقدرهم ويوصي عليهم حد ما يضرهم ولا يغدرهم، حتى كي يبعث أصحابه للجهاد يقعد ديما ينبه فيهم ملاذية لا يقتلوا شيوخ ولا نساء ولا يخليوا أطفال ضحية، وللي في الكنائس ما يقربوا يعبدوا ربي ويتقربوا، عكس اللي توا صاير من مسلم زعم على دينه غاير. قبل كان سيد النبي 1000 صلاة ولا تزيه يحسبهم مواطنين كيفهم كيما المسلمين، عايشين وحقوقهم واخذين وواجباتهم كيما غيرهم عاملين، يشدوا حتى مناصب دولة ولا حتى أكثر في الحروب، كيما قزمان اليهودي اللي خرج يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وتقتل فيها، ومن حكمته سيد الأنام عليه 1000 صلاة وسلام، كيف تخلي المدينة أول مرة اكتب 2 دساتير باش لا حد من أهل الذمة في عيشته مع المسلم يحيي، دستور بين المسلمين كيفاش يتعاملوا مع بعضهم، ودستور في كيفاش يتعاملوا مع أهل الديانات الأخرى باش كرامتهم وحريتهم تقعد ديما في الأمان، وقداش يعطيهم مكانة ومكان حتى كان منهم يتوجع لا يرد عليهم لا يرجع، كما حكاية سيد النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي اللي كان ديما قدام محلو لو ساخي لو وحلو، وكي خرج نهار سيد النبي ملقاش الزبلة قدام الدار خاف على الجار وقال لبالكش بيه حاجة ومشى زاره في داره، تصرف خلى اليهودي يرجع نادم على العملة اللي عملها. ولا اليهودي اللي في جنازته بكان نبينا صلى الله عليه وسلم وكي قالوا له علاش بكيت في الاخر راهو يهودي، قالهم: أليست نفسا؟ محلاك يا خير البرية يلي علمت البشرية قيمة انه الناس تتسامح تتعايش مهما كانت ديانتها ولا افكارها وتمارس معتقدها وحريتها من غير اذية تكبتها. محلاك يلي شهدوا بسيرتك الكتاب اللي من اديان علينا غراب اما في الانسانية قراب، كيما جوستاف لوبون اللي قال ان مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة للغاية، وروبرت سون اللي كتب إن المسلمين وحدهم جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الديانات الأخرى، درس عظيم من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، قديش توا نحتاجوله وقديش زمان نحنوله، زمان اللي كان يغلب على قلوب الأمان لا فتن ولا تحقير ولا نصراني ولا يهودي في بلاد المسلمين يحيق، وياريت كل مسلم صحيح يتعلم من تاريخه مليح قبل ما في التعصب والعنف يطيح، ويتعلم من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. أسوة حسنة.